الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الوصية بالنساء. هذا الباب هو الباب 24 من كتاب رياض الصالحين، باب الوصية بالنساء، ومعناه أي باب ما جاء في الشريعة في الكتاب والسنة من الوصية بالنساء، أي وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالنساء. وقد تقدمت معنا في هذا الباب الآيات المذكورة فيه أولا، ثم بعد ذلك بعض الأحاديث. وقفنا عند الحديث الثاني في هذا الباب. الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، إلى آخره. تقدمت معنا الروايات لهذا الحديث. الحديث الثاني في هذا الباب حديث عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء، هذا محل الشاهد، فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وضعهم وعظهم في ضحكهم من الدرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل، متفق عليه، أو مما يفعل أي من الشيء الذي يفعل، متفق عليه. إذن يقول عبد الله بن زمعة يحكي لنا شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع. خطبة الوداع هاته خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجته التي حجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وهذه الحجة خطب فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خطبهم يوم عرفة. هذه الخطبة التي خطبهم فيها يوم عرفة خطبة اشتهرت بين الصحابة، خطبة شهيرة معروفة، عرفت واشتهرت بين الصحابة، وتسمى بخطبة الوداع. علاش كتسمى بخطوة الوداع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودعهم فيها، قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فيه إشارة للتوديع، فلهذا تسمى خطبة الوداع، وكانت خطبة جامعة مانعة، وقد حفظها كثير من الصحابة وتناقلوها، نقلها الواحد عن الآخر، لأنه قد حج معه جم غفير وجمع كثير لحج معه، فلهذا أخذ بعضهم من بعض، فبقيت تلك الخطبة محفوظة. إذن من جملة ما جاء فيها، قال عبد الله بن زمعة قبل أن يذكر محل الشاهد ذكر لنا مقدمة ثم ذكر محل الشاهد. إذن وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قلت هذا في خطبة الوداع، وذكر الناقة والذي عقرها، ناقة ناقة صالح، والذي عقرها ذلكم الرجل الشقي من قوم صالح الذي عقر الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وهو عقرها بأمر من قومه، هذاك العقر كان مشتركا فيما بينهم لأنهم اتفقوا عليه وبيتوه ليلا، وقام أشقاهم أشقى القوم فعقرها. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة، أي القصة ديال الناقة اللي مذكورة في القرآن، والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث، أي إلى عقرها وقتلها، أشقاها، أي أشقى القوم. قال صلى الله عليه وسلم يوضح يبين لهم هذا الذي عقر الناقة، قال: إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. إن بعث لها رجل عزيز أي شديد في قومه، عارم بمعنى شرير مفسد، في العربية الشخص العارم هو الشرير المفسد، يقال له شخص عارم، الرجل رجل عارم، والمرأة امرأة عارمة. شكون هو العارم في العربية؟ هو الشرير المفسد. إن بعث لها رجل عزيز شديد عارم أي شرير مفسد منيع في رهطه،
منيع في رهطه أي في قومه. ما معنى منيع؟ له منع، له حصانة في رهطه أي في قومه. وما معنى انبعث؟ انبعث أي قام إليها بسرعة، الانبعاث هو للقيام، القيام بسرعة، قام إليها بسرعة فعقرها فقتلها. المهم ماشي هذا هو محل الشاهد، قال لنا ثم ذكر النساء، يعني من جملة كلامه يذكر هذا الأمر، الأمر ثم من بعد مباشرة ذكر للصحابة في خطبتها النساء. شو معنى ذكر النساء؟ أي وصاهم بهن، وصى الصحابة الكرام اللي معاه في ديك الخطبة، وهم كل من حج معه، كل من حج مع رسول الله كان حاضر في هذه الخطبة هذه، ذكرهم بالنساء ووصاهم بهن خيرا، وصاهم ببعض حقوق النساء. من جملة ما قالش قال، قال فوعظ فيهن، أي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام فيهن أي في النساء، واضح؟ وعظهم فيهن، تكلم معهم على النساء، وصاهم بالنساء. لماذا؟ لأن الأصل أن الرجل قوام على المرأة. علاش كيوصي الله الراجل على المرأة؟ لماذا؟ لأن الأصل أن المرأة ضعيفة والرجل قوام عليها، الرجال قوامون على النساء. إذا فلما كان الرجل في الأصل أقوى من المرأة، وهو المنفق عليها وهو المالك لأمرها، ولو كانت إذا كانت تحته، إذا كانت زوجة أو ابنة، إذا كان الأمر كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم وصى الرجال على النساء لا العكس، وصى الرجال على النساء لأن النساء تحت الرجال، هذا هو الأصل، الرجل قوام على المرأة فالمرأة ضعيفة وبالتالي فهي تحته، فوصى الرجال على النساء لأنهن ضعيفات. هذا فيه رعاية جانبي النساء ولا لا؟ نعم، راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المرأة، راعى جانبها لكونها ضعيفة قاصرة، فوصى الرجل عليها وأكد عليه، أكد على الرجل. فوعظ فيهن أي وعظ الرجال في النساء، قال لهم اتقوا الله وإياكم أن تستغلوا ضعفهن، إياكم أن تقهروهن، إياكم أن تظلموهن، أن تجوروا عليهن، أن تستغلوا المكانة التي أعطاكم الله عز وجل عليهن فتضروهن وتؤذوهن وكذا وكذا. هكذا يوصي صلى الله عليه وسلم الرجال على النساء. قال فوعظ فيهن، فقال من جملة ما قالوا هو كي وعظهم في النساء، فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. علاش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ هذا ذكره صلى الله عليه وسلم لبيان بشاعته، لبيان بشاعته، للتنفير منه، كأنه قال كيف يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد، يجلدها جلد العبد، وربما في آخر اليوم أو في اليوم الموالي أو بعد ذلك قد يجامعها، قد يضاجعها. بمعنى لماذا ربط هذا بذلك؟ ليبين بشاعة الأمر، لينفر منه، بمعنى كيف يمكن للعاقل أن يفعل هذا. ففيه في هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلد النساء وضربهن كما يضرب العبد، أو كما تضرب الدابة، باش يبان لكم المعنى، لأنه لا يوجد العبيد في وقتنا، كما تضرب الدابة، أن يضرب الرجل زوجته كما تضرب الدابة، كما قد يضرب البغل أو الحمار أو نحو ذلك ليستقيم ولا ليسير في الطريق ولا ليتوقف أو نحو ذلك، لا يجوز هذا. قال في معرض التنفير والتحذير، هذا سياق ديال التنفير، ولهذا ربط هذا باش بالاستمتاع بهن. معنى كيف للإنسان العاقل، كأنه يقول هذا تناقض، هذا لا يصدر من عاقل، كيف له وهو يضاجعها ويأتيها ويستمتع بها ويعيش معها، تقوم بمصالحه ويقوم بمصالحها، هو لباس لها وهي لباس له، هو سكن لها وهي سكن له، وبينهما ما بينهما من المودة والألفة والرحمة، ثم يجلدها جلد العبد، هذا لا يليق، لا ينبغي أن يكون. ففيه تنفير ببيان فظاعة الأمر وبشاعته. قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر اليوم، بمعنى كيف يقع ذلك؟ فأراد بهذا التنفير من هذا الفعل، بمعنى دوك الزوجات ودوك النساء اللي معاكم راه لسنا دواب، لسنا كالدواب، تعاملونهن معاملة الدواب، الدابة تركب عليها، تحمل عليها متاعك، تقضي عليها مصالحك، ثم قد تضربها وتقضي عليها مصالحك في تلك اللحظة، ضربها ديك الدابة وتهز عليها المتاع ولا تركب عليها تسافر عليها وكذا في تلك اللحظة، إياك أن تعامل زوجتك كما
تعامل الدابة، هذا المقصود، هذا المراد بهذا. ثم بعد هذا، وسيأتي إن شاء الله من بعد الكلام على الضرب في الأحاديث الموالية، فيها تفصيل يأتي معنا بإذن الله. ثم قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الدرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. ثم وعظهم في ضحكهم من الدرطة. الدرطة هي خروج الريح، خروج الريح يقال له الضراط، والواحدة درطة خروج الريح. فوعظهم صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم في الدرطة، بمعنى أن هذا الضراط الذي يخرج من الإنسان أمر جعله الله في الإنسان، فلا ينبغي له أن يضحك منه، ثم إنه يقع منه كما يقع من غيره، بمعنى إياك أن تضحك إذا وقع من غيرك، لأنه يقع منك كما يقع من غيرك، فكيف تضحك على غيرك بأمر هو فيك؟ لا تسلم منه كيفما كنت ملكا أو رئيسا أو غنيا، كيفما كنت، هذا جعله الله جبلة في العباد، واضح؟ جعله الله جبلة في العباد، بل لا يمكن أن يستقيم باطن الإنسان وأمعاؤه إلا بذلك. جعله الله تعالى الأمعاء كالنفس الذي تتنفسه بالنسبة للرئة، أمر لا بد منه. فوعظهم صلى الله عليه وسلم في الضحك من ذلك، هذا الذي يقع في زمنه كان يقع في زمنهم. ربما إذا سمع من الإنسان درطه أو وجدت ريحها، إما أن يسمع صوتها أو يوجد ريحها، فقد يجد بعضهم ذلك، يسمع الصوت أو يجد الريح فيضحك من ذلك أو على أخيه الذي صدر منه ذلك، وهوش لا بد أن يقع منه ذلك في وقت من الأوقات. هذا أخوك لعله وقع منه ذلك فلتة، وقعت منه فلتة دون قصد، أو كان به علة أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تضحك من ذلك. لماذا؟ لأنك بذلك تؤذيه، لأنك بذلك تضره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: ثم وعظهم في ضحكهم من الدرطة. قال أهل العلم يستفاد منه واحد فائدة أخرى أعم، اللي هي أنه لا ينبغي للإنسان أن يضحك من شيء جعله الله تعالى جبلة فيه، ماشي غير الدرطة، أي حاجة جعلها الله جبلة فيك لا ينبغي أن تضحك منها، واضح المعنى؟ جعل الله شيئا جبلة في الإنسان، مثلا في طريقة تحريك لسانه فمه، أو في المخاط الذي يخرج من أنفه، جعل الله تعالى المخاط يخرج من الأنف، وجعل الله في كل إنسان مخاطا، وضع المعنى، أو ما يخرج من المرأة من دم الحيض أو غير ذلك مما جعله الله جبلة في العباد، أو ما يخرج من الغائط ونحو ذلك، ما جعله الله تعالى جبلة في العباد وطبيعة وخلقة فيهم، فلا ينبغي للمرء أن يضحك منه، واضح؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى الاستخفاف والتقليل من خلق الله، من صنع الله رب العالمين. فذاك الذي في العبد من صنع من؟ من خلق من؟ من تقدير من؟ تقدير الله رب العالمين. فقد يؤدي ذلك إلى الاستخفاف بخلق الله وصنعه. ولهذا وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحكهم من الدرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل، بمعنى ذاك الشيء اللي كتضحك عليه إلا داروه الناس راك أنت كديرو، هذا هو معنى لما يضحك أحدكم مما يفعل، هو ضحكتي عليه شفتيه من الناس أتفعله أنت كذلك. وقد يكون صدر من أخيك في المجلس العام فلتة، أو لعلة، وضع المعنى، أو ضرورة أو نحو ذلك مما لا تعلمه، فلا ينبغي أن تتنقص منه بذلك، لأنه قد يصدر منك غدا كما صدر منه اليوم، قد يصدر منك في المستقبل كما وقع منه في الحال، واضح المعنى، أو وقع منك في الماضي وهكذا. وأقصد بذلك شمعنى قد يصدر، أي قد يصدر منك في المجلس العام، وإلا صدوره منك ده أمر حتم لا بد منه، لازم وحتم أن يقع منك، لا يمكن أن تستقيم أمعاؤك وتعتدل إلا به، أمر لا بد منه. لكن أقصد في المجلس العام قد يقع منك، تقع منك هذه الفلتة، إما أن يوجد الريح ولا أن يسمع الصوت فيعلم الفاعل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي الضحك من هذا. وأخذ منه أهل العلم هذا وما شاك له من الأمور. هذا الحديث الأول في الباب في الدرس. الحديث الثاني في هذا المجلس في الموضوع، شنو الباب ديالنا؟ باب الوصية بالنساء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، أو قال أي رضي منها غيره، رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما لا يفرك؟ أي لا يبغض، لا يكره مؤمن مؤمنة. يقال في العربية: فارك الرجل المرأة يفركها، وفاركت المرأة الرجل تفركه، أي أبغضته. الفرك هذا المصدر، فارك يفرك فركا، مثل فارح يفرح فرحا، باب فعل يفعل. الفرك هو البغض، والبغض والكراهية. إذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما معنى لا يفركها؟ لا يجوز له أن يبغضها ويعاديها ويكرهها إلا شاف منها واحد الخلق سيء. علاش؟ لأنه إن كره منها خلقا رضي منها. كذلك العكس، لا ينبغي للمؤمنة أن تكره المؤمن. مثلا الزوجة لا ينبغي لها أن تفرك زوجها، إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. وهذا الأمر واقع في أكثر الأحوال، وكثير من الناس الذين من المسلمين، بالخصوص أنا كخاطب المسلمين، كثير من المسلمين الذين لم يعوا هذا الأمر ولم يعلموه، قد يقع منهم فيما بينهم وبين أزواجهم فراق وطلاق بسبب عدم علمهم وعملهم بهذه الوصية النبوية، بسبب عدم العلم والعمل بهذه الوصية النبوية. في كثير من الأحوال يقع الفراق. لماذا؟ لأن كثير من الشباب يقدم على الزواج ولا علم له بأحوال الزواج والعلاقة الزوجية وما يتعلق بذلك، فيتخيل هو أن الزواج سيجد فيه الحياة الكاملة التامة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هكذا يتخيل الشاب، وهكذا تتخيل البنت الفتاة. ترى، ربما ترى ذلك في الإعلام الآن، في الأفلام وفي غير ذلك، أفلام قصيرة وطويلة وكذا وغير ذلك مما يشاركه الأزواج من أهل الفسق والفجور فيما بينهم، من لحظات الفرح، من لحظات النشاط والسرور فيما بينهم، دقائق معدودة من اليوم، من 24 ساعة. فيظن كثير من الشباب والشابات أن الحياة الزوجية كلها هكذا، أن الحياة الزوجية كلها هكذا، على هذا المنوال، على الدقيقتين ولا ثلاث دقائق ولا أربعة ولا خمسة التي رأوا في ذلك المقطع فيه فرح وسرور ونشاط. وليس الأمر كذلك. الحياة الزوجية في الدنيا لا بد فيها من المكدرات، لا بد أن تكون فيها النقائص، أن تكون فيها مكدرات، أن تكون فيها. لا توجد حياة زوجية في الدنيا كاملة تامة، بحيث لا يجد الزوج على زوجته ولا الزوجة على زوجها، لا يجد أحدهما على الآخر شيئا. كاين هذا؟ بل هذا لم يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أخبار في السيرة وفي غيرها مما كان يقع بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، وأزواجه، ولا لا؟ فقد هجرهن صلى الله عليه وسلم، وقع بينه وبينهن ما وقع. النساء هكذا، وكذلك الرجل تقع منه فلتات وأخطاء وأغلاط، ليس بمعصوم. فإذا الحياة الزوجية لا بد فيها من النقائص ومن العيوب. طيب كيف تستمر حياة الناس؟ طبعا الأزواج اللي عاشوا وما زال عايشين ومستمر حياتهم سنوات، وبقوا سنوات حتى ماتوا وولدوا الأولاد، كيف استمرت حياتهم؟ كيف؟ بأن يصبر بعضهم على بعض، وأن يغض بعضهم الطرف على عيوب بعض. العيوب كينا والنقائص كينا، وبالمعاشرة يعرف ذلك، بمعاشرة الرجل للمرأة والعكس، يطلع كل منها آخر على عيوب صاحبه. فالعاقل منهما هو الذي يغض الطرف ويصبر على عيوب الآخر، وبهذا تستمر الحياة الزوجية وتكون حياة سعيدة بإذن الله تعالى. وما يكون فيها من المكدرات مما لا بد منه، هذا تتماشى معه الحياة، هذا لا بد منه، ينبغي أن يألفه الإنسان وأن يعتاد عليه. أمر لا بد منه، لا بد أن تكون مرة فلتات وأخطاء من هذه الجهة وهذه الجهة. وفي هذا يقول ربنا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بمعنى هذه المرأة، هذه تزوج رجل امرأة فكانت في الجملة صالحة، كانت مطيعة لزوجها، طائعة لربها، تحفظه في نفسها وماله إذا غاب إلى آخره، تسره إذا نظر إليها في الجملة في الغالب. لكن مرة تقع منها فلتات في خلقها، أحيانا قد تكون في الجملة وفي الغالب ممن يطيع، ممن يستجيب، ممن
يحترم ويقدر الزوج، لكن أحيانا في بعض اللحظات قد لا تحترم زوجها، قد تقابله بالمثل، قد ترد عليه، قد يصدر منها خلق سيء، فيجب على الرجل العاقل أن يغمر هذا الخلق السيء في الأصل العام التي هي عليه، هذاك الأصل العام من أنها في الغالب تقدره وتحترمه، ينبغي أن يرد هذه الفلتة وهذا الخطأ إلى ذلك الأصل العام. مرة مثلا في أمر ما قد تكون في الغالب مؤدبة مخلقة لينة مع زوجها، لكن في بعض الأحيان في بعض اللحظات قد يصدر منها خلاف ذلك، فيجب على الرجل العاقل أن يكون صبورا صبارا في مثل هذه المواقف، صبورا، وأن يقابل هذه الفلتات بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يعرف كيف يتعامل معها، وأن الحياة الزوجية تتماشى مع ذلك، وأن مثل هذا لا يؤدي إلى الفراق والخصومة ونحو ذلك. إذن فهذا أمر لا بد منه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا ينبغي أن يبغضها ويعاديها ويكرهها بالكلية، جميع أخلاقها وتدينها وصلاحها كل يبطله إذا كره منها خلقا، لا ينبغي ذلك، بل إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، بمعنى من اللي تصدر من المرأة شيء من الأخلاق السيئة فلينظر إلى أخلاقها الحسنة، هذا هو معنى رضي منها، يحاول يتذكر ما في هذه المرأة من صلاح، ما فيها من أمور طيبة، من أشياء حسنة، من أنها تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأحيانا قد تخالف في ذلك، قد تخالف في طاعتها لزوجها، في طاعتها لربها، في تربيتها لأولادها، في أدائها لواجبات بيتها، قد تخل بشيء من هذا مرات، أحيانا في بعض اللحظات، فينبغي أن يغمر هذا في بحار حسناتها، في بحار مصالحها، لا يفرق مؤمن مؤمن، والعكس كذلك، كنقول حتى للمرأة إذا كان زوجك في الغالب يأتي حقوقك، غالبا يأتي بحقوقك، ينفق عليك، لا 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 يأتي بالواجبات الواجبة عليه، يعاملك المعاملة الحسنة في الجملة في الغالب، أحيانا قد تصدر منه فلتات، فلا ينفق النفقة المطلوبة، أو قد يعاملك بشدة وغلظة وغضب ونحو ذلك أحيانا، فينبغي أن ترد هذا الخلق السيء إلى أخلاقه الحسنة الطيبة الغالبة، إن كرهت منه هذا الخلق رضيت منه أخلاقا أخرى، واضح المعنى؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال رضي منها غيره، فالقصد أن الحياة الزوجية لا بد أن يكون فيها هذا، فعلى المرء أن يحسن التعامل فيها. أما من أراد الكمال اللي قال لا المرأة دي مرة كتصدر لنا فلتات لا أريدها، وأراد أن يبدلها بغيرها يبحث عن الكمال، فإنه يروم محالا. من أراد الكمال يبحث عن المحال، لا يوجد الكمال في الدنيا، ما كاينش، ولهذا إذا فارقها قد يجد امرأة أسوأ منها، وقد يجد مثلها، وقد يجد أقل منها، لكن لا بد أن تكره منها بعض الأخلاق، لا بد أن تكره منها بعض الأشياء، ولو في بعض الأوقات، ولو في بعض اللحظات، لأن المرأة هكذا، المرأة هكذا متغيرة المزاج، وراه كان سبق لنا شرحنا في الحديث السابق اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ناقصة عقل، في الحديث ديال خلقنا من ضلع وإن أعلى يعني أعلى وإن أعوج ما في الضلع أعلى، تقدمنا تكلمنا على هذا المعنى. فالمرأة في تركيبتها وطبعها وسجيتها، السجايا اللي جعل الله تعالى فيها ليست كالرجل، ما جعله الله مركوزا في المرأة جبلة لم يجعله مركوزا في الرجل. لو كانت المرأة في جبلتها وأخلاقها وسجاياها وطبائعها كالرجل لما كان فرق بينهما إلا في الشكل، يكون فرق غير في المظهر، بحال الرجل بحال المرأة فرق بينهما غير في المظهر، وإلا كان فرق غير في الشكل والمظهر ما يجعلش الله تعالى الرجل قوام على المرأة، ما يجعلوش، يكون الرجل يساوي المرأة، لأن الله رب العالمين، لأن الشريعة لا تراعي المظاهر وإنما تراعي المضامين، فكاين فرق بين المرأة والرجل في المضمون، مش غير في الشكل، في المضمون، في الجوهر، في السجايا والطبائع والأخلاق، وهذا ملحوظ، هذا لا ينكره منصف، لا ينكره صادق، هذا ملحوظ. المرأة سريعة الغضب، كثيرة تغير في المزاج وغير ذلك، لهذا لم يجعل الله تعالى عصمة النكاح بيدها،
لماذا لم يجعل عصمة النكاح، عقدة النكاح بيد المرأة؟ لو كانت بيدها لطلقت المرأة من أول يوم أو من أول أسبوع لكونها شديدة الغضب، وإذا غضبت لا تستطيع أن تحكم غضبها. أما الرجل لا، جعله الله في هذا أقل من المرأة، وجعله في الغالب يملك أمر نفسه، وجعل فيه الصبر الذي ليس في المرأة. ولهذا جعل الله عصمة النكاح بيده، قد يرى منها ما يرى ويصبر ولا يتسرع وكذا. أما المرأة كنقصد في الجنس، جنس المرأة ماشي أفراد النساء، وكنقصد كذلك جنس الرجال. أما المرأة فلا، بطبيعتها تغضب. ولهذا في كثير في أكثر أحوال الطلاق تجد المرأة هي التي طلبت من الزوج أن يطلقها، تقول طلقني إن كنت كذا فطلقني ففارقني، لو كان الأمر بيدها لما انتظرت ذلك؟ تقول أنت طالق، انتهت القضية، لما انتظرت منه أن يطلقها يطلق، انتهى الأمر. الله عز وجل حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها. وضع جعل العصمة ديال النكاح بيد الرجل لأنه عليم حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. ما لا يصلح المرأة تكون بيدها عصمة النكاح، وإلا لما باقي لما ثبت بيت زوجي، ما يبقى حتى شي بيت زوجي متماسك، بأقل بأدنى شيء، شي بأدنى شيء، بأدنى أتفه الأسباب. ولهذا أحيانا قد يقع الإشكال بين الرجل والمرأة، فإذا بحثت أحيانا في بعض اللحظات عن ذلك تجده على أمر تافه صدر من المرأة. يعني السبب الأصلي لهذا المشكل اللي وقع بين الرجل والمرأة شنو الأصل؟ بغينا نبحثوا في أصلي، شنو بداية المشكل؟ كنت في الصباح مزيانين، كنا في الصباح مزيان، شنو بداية المشكل في العشية؟ شنو اللي بدا؟ شنو البداية؟ خلينا من التفريعات اللي جات من بعد، لا، اللي بدا المشكل تجده أمرا تافيا حقيرا لا يستحق شيئا. فهمتي؟ دخل الرجل مثلا وسلم على زوجته ولا كذا، لكن هي كانت تنتظر شيئا أكثر من ذلك، أعلى من ذلك، وهو في ظنه قد بذل وسعه وفعل أقصى ما عليه أن يفعل، وهي لا كانت تنتظر. فإذا لم يفعل ذلك لكونه لا يعلم الغيب، ما عارش ياش بغات، لا يعلم الغيب، قد يقع إشكال كبير. إشكال كبير أحيانا قد يؤدي إلى الطلاق، وعاد كنوليو نجيبوا الأمور ديال الماضي وبعض التفصيلات وبعض التفريعات وبعض كذا، ويبنى على شيء شيء آخر وعلى قضية قضية أخرى، وكتولي مقدمات ونتائج ومآلات وظنون سوء وشكوك وأوهام إلى آخره. وفي كثير من الحالات ملي ما كيكونش حتى الرجل عاقل، وخاصة ماشي غير الرجل المرأة، كيكون أحيانا حتى الأقارب ديال الزوجة ماشي عقلاء، والأقارب ديال الزوج ماشي عقلاء، صافي وكي كيفرتكوا داك الشيء في النهار الأول ولا في الأسبوع الأول. علاش؟ لأن حتى الأقارب ديالها ماشي ناس عقلاء، ولا الأقارب ديالو ليسوا عقلاء. فعلى أمر يسير مثل هذا قد يقع، ويدخل الشيطان وحظوظ النفس والانتصار للنفس وكذا، ويقع ما يقع. ولهذا لم يجعل الله تعالى الأمر بيد المرأة لكونها كذا، المرأة لرقتها رقيقة ولا لا؟ نعم، الرقة اللي كاينة في المرأة ما كاينش في الرجل، هذا من حيث الجنس، كنقصد جنس المرأة وجنس الرجل، كاين استثناءات بعض الرجال ولا بعض النساء، لكن أقصد المرأة في الجملة من حيث الجنس ديال النساء ماشي الأفراد. الرقة اللي كاينة عند المرأة ما كاينش عند، معروف شكون اللي معروف بالرقة؟ المرأة. ولهذا إلا أحيانا كان شي واحد من الذكور فيه رقة يشبهونه بالنساء، لأن هذيك الرقة معروفة بالنساء. فهذا الرقة وهذا الضعف في التركيب يجعل المرأة هكذا. فإذا الرجل إذا كان يعلم عظم المسؤولية التي يحمل، يعني هو زوج شي واحد من هاد الشباب قبل ما يتزوج تفقه وعرف عظم المسؤولية التي يحمل، راك أنت هو رب البيت وأنت هو المسؤول، والله أعطاك المسؤولية لكذا وكذا وكذا لضعفها ولقوتك، فيجب أن تكون على قدر المسؤولية وأن تكون صبورا صبارا، تعلم كذا وكذا وكذا. إذا علم ذلك قد يستطيع التعامل مع بعض الخلافات ولا النزاعات التي تقع. لكن في كثير من الأحوال الشباب في وقتنا يدخلون على الزواج دون علم بهذه الأمور، دون تفقه فيها وفيما شاكلها. وعلى هذا تجد الشاب يتزوج بالشابة ويريدها أن تكون ندا له، أن تكون مثله فيما له وما عليه. ما عليه يريد أن تكون المرأة مثله فيما عليه، فيريد أن يجعلها في مرتبته ويقابلها بالمثل، كيقول لها لا كما أنني أصبر وجب أن تصبر. لا، أحيانا قد تتحمل أنت أكثر منها، لأن الله تعالى أعطاك أنت القدرة على الصبر اللي ما أعطاهاش هي، فممكن نجبر لك أنت تصبر أكثر منها هي. ويجب عليك أن تحسن معاملتها وأن تلين الكلام معه وتعامل بحكمة أنت أكثر منها هي، أنت تكون مطالبا بذلك أكثر لأنك أعقل، هذا هو الأصل، جعلك الله كذلك، انت اعقل، انت اكثر تحملا، فعليك ان تتحمل اكثر منها.
وعليك أن لا تطالب بمثل ما تطالب هي به. شريك شريك تطالب به كذا 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 كذا، أنت طالب غير بثلاثة وتطالب هي بعشرة وتجي معها. أما إذا أردت أن تطالب بمثل ما تطالب به هي فإنك تسوّر نفسك معها، هذا مشكل، أما خاصك تسوّر راسك معها. هي لرقتها وللتركيبة التي جعل الله فيها قد تطالب بعض الدقائق وبعض الأمور وبعض الأشياء التي لا تحتاجها أنت بصفتك رجلا، أنت بصفتك أنت محتاج لك ما محتاجوش، ولكن هي محتاجة ليه بصفتها امرأة، فلا بأس أن تطالبك بها، لم تقولش لها كما أنا فأنت، فيقع الإشكال والخصومة على ذلك. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن. الحديث الذي بعده قال: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي قال: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول. إذن هذا الكلام هو جاء في خطبة حجة الوداع، لأنه وصى بالنساء عليه الصلاة والسلام فيها في خطبة حجة الوداع. قال في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، يعني مش هذا الكلام اللي قال، حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ من جملة ما قال، هذا محل الشاهد. ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ألا أداة عرض وتنبيه، استفتاح، أراد أن يستفتح بها كلاما جديدا، وأراد بها أيضا تنبيه المخاطبين، تنبيه السامعين، سمعوا واش غنقول لكم، كلام مهم، تنبهوا، واضح المعنى، لأن أداة الاستفتاح، الاستفتاح فيها معنى تنبيه. قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. الاستصاء في اللغة هو قبول الوصية، والمعنى هنا أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن، هذا هو معنى استوصوا بالنساء خيرا. الاستيصاء في العربية شو هو؟ قبول الوصية، والمعنى هنا أوصيكم بالنساء خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن، كيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أيها المسلمون اقبلوا هذه الوصية التي سأوصيكم في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. فإنما هن عوان، عوان أي أسيرات، في عوان عوان، لأن هذا عوان جمع عان، هذا معتل اللام، معتلا العاني مثل القاضي، مثل القاضي كنقولوا هذا قاض، هذه هذا عان، واضح معتلا. إذن في الرفع فين كتظهر العلامة ديالو؟ مقدرة على الياء المحذوفة لي التقاء الساكنين، سكونها وسكون التنوين، مقدرة على الياء استثقالا، وديك الياء حذفت لالتقائها مع سكون التنوين. إذا ماشي فإنهن عوان مرفوع بجد الضمة، لا مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا المحذوفة لالتقاء الساكنين، مثل هذا قاض، واضح. فإنهن عوان، الأصل ديالو العواني بالياء، وهذيك الياء راه مقدرة عليها الضمة. إذا الشاهد قال: فإنهن عوان. عوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة، والعاني هو الأسير. إذن ما معنى فإنهن عوان؟ أي أسيرات. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الرجل باش بالأسير، هذا قوله فإنهن عوان، هذا من باب التشبيه، واضح؟ هذا يسمى استعارة، حذف المشبه وأداة التشبيه وصرح بالمشبه به، فكأنه قال فإنهن كالعوان عندكم كالأسيرات، فقال فإنهن أسيرات، إذن هذا من باب التشبيه. طيب ما وجه الشبع؟ علاش قال أسيرات؟ لماذا عبر عنهن بالأسيرات؟ الجواب وجه الشبع هو دخولها في حكم الزوج كدخول الأسير في حكم الملك، في حكم ولي الأمر الذي أسير تحته، واضح معناه؟ فإنهن عوان أي أسيرات، بمعنى أنهن داخلات في تحت حكمكن، هذا هو الأصل في الشرع ولا لا؟ الأصل في الشرع أن المرأة تحت حكم الزوج، ولهذا وجب عليها طاعته، أي نعم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإذا نظر إليها أسرته، فالمرأة داخلة تحت حكم الزوج. ولكن هل معنى هذا أن الزوج ينبغي له أن يستغل الفرصة وأن يغتنمها بحكم أن الشارع الحكيم أعطاه هذا فيظلمها ويقهرها ويجور عليها؟ لا يجوز ذلك، حرم الشارع الحكيم عليه ذلك، الله تعالى جعلها داخلة تحت حكمه وأمره بالعدل فيها، أمر الله عز وجل بأن يعدل في المرأة،
وحرم عليه أن يظلمها ويعتدي عليها باعتبار أنها تحت حكمه. لا يجوز الإنسان أن يستغل هذه السلطة اللي أعطاه الله عز وجل فيظلم المرأة ويعتدي عليها. إن فعل ذلك فقد جنى جناية عظيمة وأجرم إجراما كبيرا ووقع في فاحشة مبينة. وضع المعنى واجب عليه أن يراعي حق الله تبارك وتعالى في ذلك، بحال ولي الأمر، ولي الأمر تحته الرعية، فما دام الرعية تحت ولي الأمر هل يجوز له ظلمهم؟ قل يا الله تعالى اجعلك أنت ولي أمر على هذه الرعية، إذا دير بهم اللي بغيتي، ظلمهم، اعتدي عليهم، جور عليهم، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، يجب عليه أن يحكم في رعيته بالعدل، ولا لا؟ فإن ظلم أحدا أو جار عليه قيد أنملة حوسب على ذلك يوم القيامة. واضح؟ ولو بشيء يسير يحاسب عليه غدر يوم. كذلك الرجل مع زوجته، نعم هي داخلة تحت حكمه وسلطته، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تفعل شيئا ما إلا بإذنه، أن تدخل إلى بيته أحدا إلا بإذنه، ولو كان من أقرب الأقربين إليها شرعا لا يجوز، ولو كان أباها أو أمها شرعا لا يجوز إلا بإذنه، لمنع لا تدخل أباها وأمها لبيته مثلا شرعا. طيب لو إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز له كما قلنا أن يتجاوز الحد؟ يقول أنا ما دام عطاني الشرع هذا إذا نتجاوز الحد وندير اللي بغيت. لا يجوز، حرم الله عليه ذلك، وإذا فعل ذلك حوسب عليه يوم القيامة. إذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما هن عوان عندكم، فهمنا أي أسيرات، وجه الشبه واضح، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. ها هو وضح النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. الإشارة في قوله ذلك لا أشرجع راجعة للأمر المعهود. شنو هو الأمر المعهود بين الرجل والمرأة اللي واجب على المرأة تجاه الرجل؟ أن تطيعه إذا أمرها بالمعروف، إذا أمرها بغير معصية، وأن يقع السكن منه إليها والعكس، والاستمتاع منه بها والعكس. هذا هو الأمر المعهود لكي يكون بين الرجل والمرأة، وهو المقصود من عقد الزواج. عقد الزواج هذا هو المقصود به. فقال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي غير الأمر المعهود الذي لأجله شرع النكاح، هذاك اللي معهود اللي هو مقصد والغاية من النكاح. لا تملكون سوى ذلك، شمعنى لا تملكون سوى ذلك؟ لا تملكون منهن عليهن السلطة التامة بأن تأمرها بأي شيء شئت، وأن تنهاها عن أي شيء شئت، وأن تكون لك كالدابة تفعل بها ما تشاء، أو كالعبد يخدمك كما تشاء. واضح المعنى؟ قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. ولهذا شرعا إذا اعتدى الرجل على المرأة أضرها واعتدى عليها وطالبها بغير ما شرع الزواج لأجله، يجوز لها شرعا أن ترفع أمرها إلى القاضي لتفارقه؟ نعم يجوز لها شرعا ذلك، لا تكون عاصية لله رب العالمين إذا أضر بها، ترفع أمرها للقاضي باش يفرقها على هذا الرجل هذا، إن ثبت بالبينة ذلك. لماذا؟ لأن الرجل خرج هو الزوج، ألا يملك منها كل شيء أي شيء؟ قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، شنو ذلك؟ الأمر المعهود الذي لأجله يتزوج الناس، ما شرع لأجله النكاح، لا تملكون منهن غير ذلك، دير بها اللي بغيتي كلعبة كآلة بين يديك. فهم المعنى؟ قال إلا أن ياتين بفاحشة مبينة، إلا إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة. شو مقصود بفاحشة هنا؟ المراد بالفاحشة عصيان الزوج كما نبى على ذلك غير واحد من أهل العلم. إلا أن ياتين بفاحشة، من مقصود بفاحشة هنا؟ عصيان الزوج، أن تعصيه، قلت لها يمنع عليك أن تدخلي فلانا إلى بيتي، هذه داري هذا بيتي، إذا جاء فلان أخوك ولا أجنبي ولكن ما بغي يكون يمنع أن تدخليه إلى البيت، فأدخلت، هذا عصيان ولا لا؟ عصيان. إذا منعتها قلت لها يمنع عليك أن تخرجي من البيت، ما تخرجيش اليوم من البيت ولا هذا الأسبوع ولا غدا وبعد، لا تخرج، لا تذهبي إلى المكان الفلاني، فذهبت، هذا عصيان، هذا يعتبر فاحشة بالنسبة للمرأة. ولاحظوا عبر عليه الصلاة والسلام عن عصيان المرأة لزوجها بالفاحشة لبيان بشاعة ذلك، بمعنى ما تقولش المرأة ماشي مشكل ما عصيتش الله عصيت غير الزوج، لا، ذاك أمر خطير، أمر بشع، أمر فظيع، عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، وصفه بالفاحشة ليبين خطورته، عصيانه عصيان لله رب العالمين في غير معصية الله، ما أمرك في معصية، قال لك ما تخرجيش، لا تذهبي إلى بيت فلان ولا تدخلي فلانا مثلا أو نحو ذلك مما ليس فيه معصية لله وهو مقدور لك، شي حاجة قادر عليها تحت طوقك، وجب عليك طاعته، فإذا عصيتي عصيت الله رب العالمين.
فليبين بشاعة الأمر وأن عصيانه من معصية الله، وصفه بالفاحشة. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ومبينة بمعنى عليها بينة. ما معنى مبينة؟ أي واضحة ظاهرة عليها بينة. قال فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرع إلى آخره. ما معنى فإن فعلنا؟ فإن فعلنا شيئا مما ذكر، فإن فعلنا شيئا من الفاحشة. إذن واش المراد بالفاحشة هنا؟ الزنا. قد يقول قائل لا ليس ذلك، قلت العصيان. علاش؟ لأنه لو كان المراد الزنا ما غيقولش فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع. المرأة زانت تتجرى في المضاجع، واضح ما إذن فالمقصود بقوله فإن فعلنا ذلك الفاحشة اللي هي عصيان الزوج، إذا عصت لم تستجب، جعل الله تبارك وتعالى أسلوبا ووسيلة للتعامل مع المرأة في حال عصيانها لزوجها. عصيانها لزوجها كما يسمى فاحشة يسمى نشوزا. إذا صدر منها ذلك، الشارع حكم الله تعالى جعل لنا سبيلا ووسيلة لمعالجة الأمر ولا لا؟ هاد السبيل الوسيلة اللي تأملنا فيها شغل القوها؟ القوا هاد الوسائل المذكورة كلها للتأديب والزجر، ماشي المقصود بها الانتقام. ليس المراد منها تشفي الغيظ، أنك انت غضبان وفيك غيظ وغتشفي الغيظ ذلك، لا، المراد التأديب، والمراد الزجر والردع لئلا يتكرر ذلك، كما يفعل الإنسان مع ابنه. ولدك إذا عصى صدر منه شيء غير لائق، فأدبته بوسيلة ما، ماذا تريد بذلك؟ الغالب في الناس العقلاء، ما كتكلمش على المرضى، الإنسان العاقل السوي ملي كيأدب ولده يهجره أو يضربه ضربا غير مبرح أو نحو ذلك، أش المراد؟ أش المقصد عنده من ذلك؟ المقصد عنده من ذلك أن يرضعه وأن يؤدبه، باش ما يعاودش ذلك الفعل، وباش يولي ولده مزيان، باش تستقم الحياة ديال ولده مزيان. ولهذا حتى لا ضربه مليكي، كل إنسان عاقل، ما كتكلمش على الذي يضرب، لأن ماشي أي واحد كيضرب للتأديب. كاين الناس غير العقلاء يعصون الله ويخالفون الشرع، يضربون ضرب الانتقام أولادهم، كيضربوا أولادهم ضرب الانتقام، يضربونهم تشفيا للغيظ. كيكون واحد المخالفة دار ممكن يستحق بها الولد غير ضربة ولا ضربتين تكفي، فيضربه 20 ضربة حتى كيبرد ذاك الغضب اللي عنده الداخل. هذا ضربه لنفسه، لم يضربه للتأديب، انت ما ضربتيش باش تأدبه، ضربته لنفسك، ضربته انتقاما، كتنتقم لراسك، تنتصر لنفسك. وقد يوهمك الشيطان أنك تؤدب، فعلى المرء أن يعي هذا الأمر وأن يكون منه على بال. ربما يدخل لك الشيطان منه يقول لك لا، أنت يا ولدك هذا كتأدبه، وأنت تتجاوز القدر المطلوبة في التأديب وتنتقل إلى الانتقال وتشفي الغيظ، كتولي تنتصر غير نفسك، فما كتوقف حتى كيبرد داك الغضب اللي عندك. إذا واش الآن بينك وبين الله، غير بينك وبين الله رب العالمين، واش هاد الضرب اللي ضربتي هاد المقدار من الضرب ساعة وانت كتضربوا لنصف ساعة ولا 20 ضربة ولا 30، زعما هي الضابط بالنسبة لك انت الأصلح في هاد المقام اللي تأديبه، ولا ضربتي حتى برد الغضب ديالك؟ راجع نفسك وشوف، إلا كنت ضربتي تبرد الغضب ديالك هم تضربه لله رب العالمين، وخالفتي الشرع في ضربه. وبل فين كيظهرنا هذا؟ ملي كيكون الضرب غير مبرح، الإنسان لا يراعي المآلات، يضرب ابنه كما يضرب أحد دابته لا شيء أن يملكه، بمعنى وخا يكسر ليه العظام وخا يهرسه وخا كيقول لك ولدي، لا يجوز لك شرعا، وخا ولدك، وخا أنت سبب في وجوده ولدتيه، حرام، يحرم عليك أن تضربه ضربا مبرحا، تكسر ليه العظم ولا تخلي فيه عاهة ولا تخلي فيه عيب في ذاته، حرام ولا أن تضربه في وجهه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وخا ولدك. أباح لك الشارع أن تضربه ضربا يراد به التأديب، المقصود منه التأديب، الرجاء منه التأديب. وإذا كان ضرب الرجاء منه التأديب ماشي الانتقام، كيكون بقدر المحدود، بقدر المعين، واضح؟ واحد ضربة ولا جولة ثلاثة ولا كذا، وضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يبقي أثرا، وما كيكون شديد قد يؤدي إلى القتل. ولذلك بعض الناس أحيانا قد يريد ضرب ولده ضربة فيقتله، علاش؟ لأنه ما راعاش الشرع في طريقة الضرب اللي هي ضرب غير مبرح، ضرب خفيف، شمعنا خفيف، ماشي الضرب الشديد الشاق، فقد يؤدي ذلك إلى قتله ولا إلى بقاء عاهة فيه يندم عليه. علاش؟ كان ينتصر لنفسه، ما كانش يرضي الله رب العالمين، كان ينتصر لنفسه. فعلى المرء أن يكون على حذر من هذا. إن شاء الله نتم هذه الجملة بعد الأذان. لماذا استطردت قليلا في الكلام على تأديب الأولاد
وخص يكون المقصد هو الردع الزاجر واصلاح، لان الاصل في الوالد العاقل ولا الوالده اللي كيضربوا ولادهم، اش غرضهم من الضرب؟ لا انتقلوا للضرب، لا هجروا ولا عاقبوا باي عقوبه، لان العقوبه ماشي لابد تكون بالضرب، قد تكون بالهجر، قد تكون بالحرمان، وقد تكون بغير ذلك. هذيك العقوبه عموما بكل انواعها اش المقصود منها؟ اصلاح الولد ولا حصول النفره بينكم بالولد؟ يرجى منها الاصلاح، لكن خاصه تكون بالقدر الذي يحقق الاصلاح. فهذا الذي ذكر في الأولاد نفسه يقال في الزوجة، إذا جاز الضرب فإنه يجوز بالقدر الذي يكون به الإصلاح، وبالتالي لا يكون مبرحا ولا يكون للانتقام ولا يكون لتشفي الغير، وإنما يكون شيئا خفيفا للزجر والردع، وهذا متى؟ إذا استحقت المرأة ذلك. إذا صدر منها ما يوجب ذلك فقد تزجر أحيانا ولو بالضرب الخفيف جدا، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بسواكه. السواك يسمى ضربا ليس بضرب، وأحيانا كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لأن المراد الزجر والردع. والمرأة إذا لم تألف ذلك فبأقل شيء تنزجر وترتدع، بأقل شيء. وكذلك الأولاد نفس الشيء الذي قيل هنا يقال هناك. إذا الشاهد قال فاهجروهن في المضاجع، إذا الأسلوب الشرعي واش البدء بالضرب؟ لا، وإنما البدء باش بالهجر وغيره من أنواع العقوبات، اللي هي عقوبات بالحرمان أو نحو ذلك، التي قد تحقق المقصود. حتى هي ما كتكونش للتشفي والانتقام، كتكون للإصلاح للردع. كتقول مع نفسك لعلها إن شاء الله ترتدع بهذا، امرأة خلقها سيء وتعاملها غير طيب ويصدر منها كذا وكذا، لا أفارقها، غنحاول نعالج الأمر، ما غنبداش بالمفارقة بالطلاق بكذا بالخصومة، نحاول نعالج الأمر. طيب كيف أعالج؟ أهجرها، أحرمها من كذا، أفعل كذا وكذا من العقوبات التي لا تصل لدرجة الضرب. هذا هو الأصل، تبدأ به هو الأول. فيجربه المرء صادقا مع الدعاء، قد ينفع قد ينجع، إذا نفع فلا ينتقل لغيره. ربنا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذا الأول شيء الوعظ، وعظها إيش معنى الوعظ؟ أي البيان والتنبيه والتحذير والتوجيه والإرشاد أياما وأسابيع وشهورا على حسب المصلحة، على حسب ما تراه من المصلحة. تكثر من ذلك إذا عرفت أن الشبهة كاينة، فتحاول واش تكرار ذلك حتى تزول الشبهة وحتى تقام الحجة وحتى يتبين الأمر كذا كذا. فإذا لم ينفع يئست من نفعه، من نفع الوعظ والإرشاد والتوجيه، ينتقل إلى الهجر ونحوه من العقوبات كالحرمان وحذلك، مما يصل لا يصل لدرجة الضرب. فإذا لم ينفع ذلك فلا تبادر بمفارقتها، يمكن أن تضرب ضربا خفيفا. أش يراد بذلك؟ الردع والتأديب. مثلا امرأة تسيء الأدب مع زوجها، سليطة اللسان، ربما تسبه أو تلعنه أو تشتمه أو تستر منها خلق سيء معه أو تهينه أمام أقاربه أو نحو ذلك، فقد يضربها ضربا خفيفا رجاء ردعها، رجاء أنها ما تكرش، نوع الردع أن لا تكرر ذلك، أن تنزجر عن ذلك. لا يريد بذلك الانتقام وإنما يريد الإصلاح، واضح؟ قال لبلت يدي من فارقاش نجرب لعل الله تعالى يصلحها بذلك. فإن علم ابتداء، لو واحد الرجل عارف واحد المرأة عنيدة، يعلم ابتداء أن الضرب لا ينفع معها فلا ينبغي أن يسلكها، لأن كل هذه الأشياء إنما تسلك إذا رجي من ورائها الإصلاح، لأنها ليست مقصودة لذاتها. واش الهجر ولا الضرب مقصودان لذاتهما؟ ماشي مقصود لذاتهما، هما مقصودان لغيرهما اللي هو الإصلاح. علمت أن هذه لا يصلح معها ذلك، فحينئذ أنت بالخيار، الأمر لك، ما كلفك حد، صبر عليها وبقى معها على ما هي عليه، على خلق شغلك هذاك، أنا ما داخلينش معاك، أنت اللي معاها، أنا ما معاكش، بينك وبينها. فإن لم تصبر فقد جعل الله تبارك وتعالى سبيلا لعدم تحمل، إذا لم تتحمل ذلك جعل الله تعالى سبيلا لها ولك، وهو مفارقتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فلعل ذلك خير لها ولك. إذن هذا باختصار ما زال للكلام بقية، نرجئه إلى الدرس الآتي بإذن الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.